انا كان عندي اولا التهابات يعني في ركبي، طلع عملت فحص وهذا طلع عندي تيفود، والحمد لله بفضل مات الملك استجاب العلاج الذي كان تديه. ومرة ثانية عودت، المرة الثانية كان عندي التهابات شديدة وتدلي العلاج. من أول زيارة عندي جات عندها تيفود، جبنا لها علاج حق التيفود، تحسنت الحمد لله. بعدين كانت جديدة وفي عندها صداع وفي عندها ما عندها لو جديد، نزلت تبرد، نزلة معوية تقريبا مرة جاءتني. الأولاد حقها كمان عندهم نزلت البرد هذه كثيرة، لأن هنا منطقة باردة شوية نوعا ما، فأجيب لهم العلاجات والحمد لله تحسن حالتهم. الخدمات التي يقدمها الفريق الطبي سواء في المرفق أو في عند التنقل، يقدم الخدمات العلاجية بشكل كامل، خدمات الطوارئ، الطوارئ المجارحة، الأدوية، الصرف، الفحوصات مخبرية، وخدمات الصحة الإنجابية بشكل عام، خدمات الولادة، ما بعد الولادة وما قبل الولادة، خدمات رعاية الحوامل، يقدم خدمات معالجة سوء التغذية، الحائض والمتوسط والطبيعي. ساعد والناس الفقراء والمساكين كلهم يعني فرحوا بهذا المشروع بهذه العلاجات المجانية. على الوضع المستقبل هذا الوضع حقا يعني ما تتخيله، كل الناس يعني مساكين يحمون، بس لما جاءت استعاد الناس كلهم الفقراء والمساكين والذي هم يعني محتاجين للعلاج أكثر من الذي هم ما تتصور. من الأهم القصور أنه يستمر العمل، لأنه ما إذا الحين تحدث انتكاسة، إذا بخاصة في حق سوء التغذية، عندما إذا الحين إحنا معنا مناطق بنزورها نزول ميداني كل أسبوع بننزل لها منطقة، الآن ما قدرنا من بعد هذا الشهر خلاص الأطفال نفلتهم اللي عندهم سوء تغذية، ما عاد شيء نقدر إن إحنا نوصل لهم، ولا بش إمكانيات إن إحنا نوصل التغذية لهم لما المناطق اللي هم فيها. لأن لا معنا سيارة ولا معنا إمكانية توصلنا لما المستوى الثالث والثاني. الآن نحن في خوف وقلق شديد للأمانة، بخاصة على الأطفال اللي عندهم سوء تغذية، لأنهم في مناطق بعيدة وما عاد إحنا قادرين، لا هم قادرين يوصلوا لعندنا لما المركز ولا إحنا قادرين نوصلهم.